السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم. كيف حالكم يا أبناء الطلاب وبنات الطالبات؟ أرجو أنكم في أطيب الأحوال وأفضلها. نلتقي اليوم بإذنه تعالى، وأود أن أشارك معكم موضوعاً مهماً رائعاً في النحو العربي للسنة الرابعة الثانوية. أرجو أنكم مستعدون استعداداً تاماً لمتابعة هذا الدرس إلى نهاية المطاف، فأترككم قليلاً بالفيديو الآتي. أهلاً وسهلاً يا سيدتي، أي خدمة؟ أريد شراء التفاح. تفضلي، عندنا تفاحات مختلفة. هذا تفاح أحمر، وذلك تفاح أخضر، فأي واحد تريدينه يا سيدتي الجميلة؟ كم سعر هذا التفاح الكبير؟ لكل حبة رنجيت واحد. إنها رخيصة، إذن أعطني 3 حبات من التفاحات الحمراء الكبيرة. الطلاب والطالبات، ماذا رأيتم في الفيديو السابق؟ وماذا سمعتم منه؟ نعم، الفيديو قدم لنا الحوار بين بائع الفواكه والسيدة أمينة التي تريد شراء التفاح. تعالوا نرى هذه الألفاظ المختارة من تلك الحوار. التفاح، تفاح أخضر، تفاح أحمر، التفاح الكبير. لاحظوا أن كلمة التفاح قد جاءت بعده كلمة أخرى تصفه، فبائع الفواكه وضع كلمتي أخضر وأحمر بعد كلمة تفاح لوصف لون التفاح، وأما السيدة أمينة فقد وضعت كلمة الكبير بعد كلمة التفاح لوصف حجم التفاح، فتغير التفاح من الكلمة العامة إلى التركيب الخاص الذي سمي التركيب النعتي. ها هو موضوع درسنا في هذه الحلقة، التركيب النعتي. ولكن هل سمعتم به من قبل؟ أيها الطلبة، قبل أن نغوص بشكل أعمق في الموضوع، دعوني أن ألفت أنظاركم إلى معايير التعلم المرسومة لهذه الحلقة. ففي نهاية هذا الدرس نرجو أنكم تحصلون على ما يأتي: أولاً، تكوين التركيب النعتي بشكل صحيح. ثانياً، إعراب النعت إعراباً صحيحاً. ثالثاً، تحويل التركيب الإضافي إلى التركيب النعتي. أيها التلاميذ الأحباء، بدءاً لدرسنا اليوم، هيا معاً نتعرف إلى ما هو التركيب النعتي. انظروا إلى الشاشة، هناك كلمة تفاح
نزيد بعده صفة وهي أخضر، فتصير الآن تفاح أخضر، وهو تركيب نعتي من كلمة تفاح وكلمة أخضر. كلمة أخضر هنا نسميها النعتة، وكلمة تفاح هو المنعوت. من هذا المثال نستطيع أن نقول بأن التركيب النعتي هو أن يصف الاسم اسماً آخر سبقه بدون فاصل بينهما. الاسم الثاني يصف الاسم الأول من حيث اللون أو الحجم أو الشكل أو الأخلاق. وبعد التعرف إلى التركيب النعتي بشكل عام، تعالوا نتعرف إليه بشكل أدق وأعمق. فهيا بنا ننظر إلى شروط النعت والمنعوت. تأملوا التراكيب الآتية: الطالب الجديد، الملعب الواسع، الطالبة الجديدة، الحديقة الواسعة. وانظروا إلى ما تحته خط السؤال: ما هي التشابه بين هذه الكلمات؟ وهي الجديد والواسع والجديدة والواسعة. نعم، كلها صفة فهي نعت، ولكن أين المنعوت لهذه الكلمات؟ بالضبط، الأسماء التي جاءت قبلها وهي الطالب والملعب والطالبة والحديقة، كلها هي المنعوت. الآن انظروا إلى النعت والمنعوت في التراكيب مرة أخرى. ماذا ترون فيها من حيث جنس الكلمة؟ نعم، نجد أن النعت المذكر يأتي بعد المنعوت المذكر، والنعت المؤنث يأتي بعد المنعوت المؤنث. إذن من هنا نستخلص بأن الشرط الأول للنعت والمنعوت هو التطابق في الجنس، إما في التذكير وإما في التأنيث. لنأتي إلى الشرط الثاني للنعت والمنعوت. هيا نقرأ التراكيب الآتية: معلم جديد، مدرسة جميلة، المعلم الجديد، فاطمة الجميلة. ثم أيها الجماعة، انظروا إلى النعت والمنعوت في التراكيب. ألم تلاحظوا أن النعت فيها يأتي نكرة إذا سبقه المنعوت النكرة، وأن النعت يأتي معرفة بعد المنعوت المؤرف؟ إذن كالشرط الثاني نستطيع أن نقول بأن النعت لا بد أن يطابق المنعوت من حيث التعريف أو التنكير. ننتقل الآن إلى الشرط الثالث. تعالوا ندقق التراكيب الآتية: الطالب المجتهد، الطالبان المجتهدان،
الطلاب المجتهدون، الكتب الجديدة. يا ترى انظروا إلى النعت والمنعوت في التراكب، وماذا لاحظتم فيها من حيث العدد؟ نعم، النعت في التراكيب يتبع المنعوت في العدد، فكلمة المجتهد تأتي مفردا بعد المنعوت المفرد الطالب، وكلمة المجتهدان تأتي مثنيا بعد المنعوت المثنى الطالبان. وأما كلمة المجتهدون فهي تأتي جمعا بعد المنعوت الجمعي الطلاب. وكيف بكلمة الجديدة؟ لماذا تأتي مفردة مؤنثة؟ بالضبط، كلمة الجديدة تأتي مفردة مؤنثة لأن المنعوت الكتب جمع لغير عاقل. إذن نستطيع أن نقول بأن النعت لا بد أن يطابق المنعوت من حيث العدد. هكذا شروط النعت والمنعوت، هيا نرددها معا مرة أخرى. أولا، التطابق في التذكير والتأنيث. ثانيا، التطابق في التعريف والتنكير. ثالثا، التطابق في العدد. أيها التلاميذ، إنني متأكدة أنكم قد فهمتم ما هو التركيب النعتي بعد الإصغاء والتركيز إلى هذا البيان، أكنت صحيحا؟ فما رأيكم لو نواصل الدرس بإعراب النعت؟ فالإعراب كما عرفنا يحتاج إلى موقع الإعراب وحكمه وعلامته. فما موقع النعت في الإعراب؟ وما حكمه الإعرابي؟ وما علاماته؟ هيا نركز إلى هذه النقاط المهمة تركيزا جيدا. أولا، أن موقع الإعراب للنعت دائما وأبدا يكون نعتا لا يتغير. ثانيا، وهو الأهم، أن حكمه الإعرابي يتبع حكم إعراب المنعوت، لذلك لا بد أن نعرف حكم إعراب منعوته، وإلا فلا نستطيع تحديد حكم الإعراب للنعت، أم هو مرفوع أو منصوب أو مجرور. وأما علامته في الإعراب فتكون حسب حكمه في الإعراب. كيف يكون ذلك؟ هيا ننظر إلى المثل الأول. ففي الجملة، الطالب الممتاز يتسلم الجوائز من المدير. التركيب النعتي في الجملة هو الطالب الممتاز. أين النعت هنا؟ نعم، النعت هنا كلمة الممتاز. ولكي نعرب النعت لا بد من معرفة على الأقل حكم الإعراب للمنعوت، فالمنعوت هنا كلمة الطالب، وهو مبتدأ مرفوع بالضمة.
فسيكون حكم الإعراب للنعتي هنا أيضا مرفوع. فإعراب كلمة الممتاز هو نعت مرفوع بالضمة. انظروا إلى حكم الإعراب للنعت والمنعوت، كلاهما متطابقان أليس كذلك؟ بلى. لماذا؟ نعم، لأن النعت يتبع المنعوت في حكم الإعراب. وفي المثال الثاني، وزع المعلم الحلويات إلى الطلاب المجتهدين. التركيب النعتي في الجملة هو الطلاب المجتهدين، حيث أن النعت هنا كلمة المجتهدين، والمنعوت هنا كلمة الطلاب، وهو يعرب اسم مجرور مجرور بالكسرة. فسيكون حكم الإعراب للنعت هنا أيضا مجرور. فإعراب كلمة المجتهدين هو نعت مجرور بالياء. انظروا إلى علامتي إعراب النعت والمنعوت هنا، إنهما مختلفتان. لماذا؟ لأن النعت لا يتبع المنعوت في علامة الإعراب، ولكن يتبعه في حكم الإعراب فقط. وبهذا لقد انتهينا من بيان إعراب النعت في الجملة، وننتقل الآن إلى شيء آخر. طيب، ألم تعرفوا أن بعض التراكب الإضافية التي درسنا عنها سابقا يمكن أن نحولها إلى التراكب النعتية؟ كيف نحولها؟ هيا معي، ركزوا أعينكم حتى تفهموها بكل سهولة. أعطي لكم مثالا لنقرأ الجملتين الآتيتين. أولا، كتبت واجب المنزل في الدفتر. ثانيا، كتبت الواجب المنزلي في الدفتر. في الجملة الأولى، واجب المنزل هو التركيب الإضافي. كلمة واجب هو المضاف، وكلمة المنزل هو المضاف إليه. انظروا في الجملة الثانية، تغير التركيب إلى التركيب النعتي، الواجب المنزلية، فالتركيب الإضافي واجب المنزل حول إلى التركيب النعتي بإلحاق الياء المشددة إلى آخر لفظ المضاف إليه. نأتي إلى المثال الآخر حتى نفهمه جيدا. عندنا هنا تركيب إضافي طالب الجامعة، والمضاف إليه هنا هو الجامعة الذي ينتهي بالتاء المربوطة. ففي هذه الحالة تحذف التاء المربوطة أولا، ثم نلحق الياء المشددة بما قبلها، فأصبح النعت هو الجامعي.
ننتقل إلى المثال الأخير، انظروا إلى التركيب الإضافي. لغة العربي، كيف نحوله إلى التركيب النعتي؟ نعم، نضع ياء مشددة بعد حرف الباء في كلمة العربي فيصبح التركيب اللغة العربي. اللغة العربي، أهذا صحيح؟ لا يا جماعة، هذا خطأ، أنه لابد من وضع تاء مربوطة بعد الياء المشددة، لأن المنعوت وهو كلمة اللغة مؤنث، والنعت يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث. ما رأيكم؟ أنها بسيطة، أليس كذلك؟ يبدو أننا قد انتهينا من عرض محتويات الموضوع، فتأتي إلينا الآن التطبيقات والتدريبات المتعلقة، فهيا معا نحول إجابة الأسئلة الآتية. أيها الطلاب والطالبات، أأنتم مستعدون؟ هيا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال هو: استخرج النعت والمنعوت من الجمل الآتية. هيا نستخرج النعت والمنعوت من الجمل معا. نبدأ بالجملة الأولى: اجتمع الطلاب الجدد في القاعة. أين التركيب النعتي في الجملة؟ نعم، الطلاب الجدد هو التركيب النعتي في الجملة. كلمة الجدد هي النعت، وكلمة الطلاب هي المنعوت. نأتي إلى الجملة الثانية: اشترينا منزلاً في القرية الصغيرة. أين التركيب النعتي في الجملة؟ نعم، القرية الصغيرة هو التركيب النعتي في الجملة، فكلمة الصغيرة هي النعت، وكلمة القرية هي المنعوت. ننتقل إلى التدريب الثاني. أيها الطلاب والطالبات، أأنتم مستعدون؟ هيا نجيب السؤال الثاني. السؤال هو: أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً. فالإعراب التام يحتاج إلى ذكر الموقع والحكم والعلامة. هيا نعربها معاً في الجملة الأولى: كان المشاركون المجتهدون ناجحين في المسابقة. والكلمة التي تحتها خط هي المجتهدون، كيف نعربها؟ صحيح، فهي نعت مرفوع بالواو. ممتاز. أما في الجملة الثانية: إن الألعاب التعليمية في مواقع الإنترنت ممتعة، والكلمة التي تحتها خط هي التعليمية، كيف نعربها؟ هي
نعت منصوب بالفتحة. أحسنتم. الحمد لله، قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. قبل أن نستودعكم بالوداع، دعونا نكرر النقاط المهمة لابد أن نذكرها. أولاً، التركيب النعتي هو أن يصف الاسم اسماً آخر سبقه بدون فاصل بينهما. الاسم الأول يسمى المنعوت، والاسم الثاني يسمى النعت. ثانياً، إن النعت والمنعوت لابد أن يكونا متطابقين من حيث الجنس والعدد، وكذلك في التعريف أو التنكير. ثالثاً، إن النعت يتبع المنعوت في حكم الإعراب لا علامته. ورابعاً، إننا نستطيع تحويل بعض التركيب الإضافي إلى التركيب النعتي بإلحاق الياء المشددة إلى المضاف إليه. إلى هنا فقط لقاؤنا. أرجو أنكم قد حصلتم على معايير التعلم المرسومة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وندعو الله أن يوفقنا جميعا في أمورنا في الدنيا والآخرة. هيا نحب اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء.